بسم الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إزيكم يا شباب؟ معكم أحمد طارق من قناة سوفت ليرنينج. إن شاء الله في السيشن النهاردة هنشرح بأفضل الطرق نمسح البيانات. أولهم إن أنا عايز أعمل سيلكت على الداتا، إن أنا عايز أمسح داتا معينة من تيبل، فبعمل سيلكت عليها وأقول ديليت من زرار الكيبورد وبدوس ديليت، فكده بيعمل لي كلير للداتا، بيمسح لي الداتا. طيب عايز ادلتها بقول له رايت كليك واقول له ديليت، فيطلع لي الليسته دي، بيديني اربع اوبشن: شيفت سيلز ليفت يعني ادلت واتحرك ناحيه الشمال، ولا ادلت واطلع لفوق، ولا ادلت رو كامل، ولا انتاير كولم يعني العمود كله. طيب يعني ايه شيفت سيلز ليفت؟ شيفت سيلز ليفت يعني هيدلت المحتوى ده لناحيه الشمال، يعني ايه الجزء اليمين ده اللي على يمين المحتوى هيجي محله. لو انا دوست كده، خلينا نعمل حاجة عشان نشوفها. احنا عندنا محتوى اهو تاني، محتوى تاني اهو، انا هدلت ده بقول له رايت كليك ديليت، فبقول له شيفت سيلز ليفت. لو انا دوست كده بيبدأ المحتوى اللي على اليمين ده بيترحل لي شمال. هي دي معناها اللي هو قال عليه، اللي هو مدوني شيفت سيلز ليفت، يعني المحتوى اللي على اليمين هيجي مكان المحتوى اللي اتشال ده. طيب لو انا عايز الاوبشن التاني، ان انا عندي داتا هنا اهي وبقول له ديليت، فبختار الاوبشن التاني بقول له لا، خلي الخلايا تطلع لي مكانها فوق. فلو دوست اوكي هيطلع الخلايا فوق في الداتا اللي انا مسحتها. طيب هل في طرق تانية ان انا اعمل ديليت للداتا؟ انا واقف هنا مثلا عايز ادلت العمود ده، فبعمل سيلكت على العمود ده وبقول له كنترول ناقص اللي هو ماينس، كنترول ماينس يشيل يديليت العمود. لو انا واقف على العمود ده واقول له كنترول ناقص شل العمود على طول، انا بعمل كنترول زد وبرجع الداتا تاني عشان اوريكم امثلة تانية. طيب لو انا عندي رو في داتا معينه وعايز ادلته، هقول له كنترول ناقص بس هيفتح لي القايمه. ليه؟ لان هو جوه داتا. طيب انا عايز اقول له انتاير رو يعني امسح لي الرو كامل، يبقى هيمسح لي رو 3 ده كله ديليت، فكل الداتا لو انا عندي 2 تيبل هيمسح لي الرو ده من الاثنين تيبل. عايز ادلت الداتا كلها، كنترول ماينس اللي هو ناقص شال التيبل كله. طيب عايز ادلت كذا رو متقطعين يعني منفصلين، يعني عايز ادلت ديليت رو 3 ورو 5 ورو 8، خلينا نعمل لهم كلر اهو عشان تبقوا واضحين معانا ان احنا هندلتهم. هعمل سيلكت على رو 3 ورو 5 ورو 8 واقول له كنترول ماينس او كليك يمين واقول له ديليت، كده شال الثلاثة رو. زي ما قلنا عايزين ندلت عمدان معينة، هدلت الايد السالري والجوب، بعمل سيلكت على الاثنين. طب عشان اعمل سيلكت على الاثنين ادوس ايه؟ ادوس على الاول بالماوس كليك شمال، وبعد كده ادوس كنترول وادوس على العمود اللي بعديه. كده يبقى انا عملت ايه؟ عملت سيلكت على عمودين. كده اقدر ادوس كنترول ماينس يمسح لي العمودين. اتمنى يكون المحتوى عجبكم، ويا ريت ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة، وتستمروا معانا في تطوير مهاراتكم، وبالتوفيق للجميع.